بسم الله، معكم بلازما. كوني لي زمان قاطع القناة وكل شيء عم انشره صنع قديم، حبيت اعوض الكم شخصية اللي متابعيني ونتسلى سوا. رح نصنع فريستايل راب ستيب باي ستيب، خطوة بخطوة، من اللحن للكلمات للتسجيل. الموضوع رح يكون صعب جدا بس مسلي. اولا، ممنوع استخدام اي اضافات لبرنامج الموسيقى، يعني رح استخدم نسخة ما فيها الا ستوك بلجن، وكمان ممنوع استخدم اي ميلودي جاهزة. والاصعب انه رح يكون اختيار كل شيء عشوائي. منبلش باختيار اللحن، تعذبت كثير لحتى لقيت الموقع الويب هذا اللي بيعمل الرول. الحمد لله طلع معنا اللحن اولد سكول، لانه هو النوع الوحيد اللي بحبه ومتقنه. اخترنا تايب البيت، حاليا بنختار نوع اللحن. طلع معنا مظلم دارك، مناسب جدا صراحه الاولد سكول مع الدارك. حاليا بنبلش بصنع اللحن، والشرط الاصعب انه لازم خلال ربع ساعه فقط. ندور على الاف ال، شيكم من واجهتي حلوه، لانه مظلم. تمام، مظلم و old school، يعني السرعة بدها تكون مثلا 85-86 كويسة، وإذا أبطأ عادي لأنه مظلم، لكنها السرعة حلوة للأداء. ممكن نبلش بالبيانو، بدعمها بحس هيك الشغلات المظلمة فيك تستخدم فيها بيانو وصوت الجرس، جراس الكنائس وهيك. نبلش بميلودي غريبة تكون أو كورد، ما أريد أقول لخبص ليطلع معي شي. الكلمات انتقاد. تخيلوا لو طلعت الكلمات كوميدية، كنا اكلنا هوا. يعني كلمات كوميدية على لحن دارك بيت، فواو كانت مهزلة. الكلمات كمان لازم اكتبها بسرعة. بعد ما خلصنا اللحن صار دور التسجيل، والشرط الاصعب انه لازم التسجيل الاول فقط، يعني ما بقدر اسجل التسجيل مرتين. اذا غلطت او عكيت شتلت اي شيء بدي احط التسجيل نفسه. طبعا ذمة، يعني ما بقدر اصور لكم كل شيء. وتعففت كثير لحد ما الفقر اكل ثوبها، عراجة صدها لضو المال فخدر عيوبها، الظلم بس بجيوبها حتى لو الظهر. وبعد ما سجلنا وهندسنا بسرعة، هي النتيجة. هي خرايا على الحق، إذا مقرون بمين قالوا، مثل بنت معجبة بشفة حبلت بي بنات أفكاره، وتعففت كثير لحد ما الفقر أكل ثوبها، عراجة صدها لضو المال فخدر عيوبها، الظلم بس بجيوبها حتى لو الظهر طلي، شو ما كان ماله إلي خراع البايع والمشتري. سألوني شو قصتك معصب مالك يا غالي، لعادي بس كل يوم بفطر شي 20 مايك في غالي، دافع الثمن غالي حتى أكون حالي مش هم، لو بيدي بنسخ حالي أسوأ نسخة حرة دوبكم، تراكمات الماضي صودا مثل غيمة فوقكم، سمات المنافق واضحة بس من حب ويلكم، نحن تعبنا وينكم وقفة الرحى عغيركم، علقنا بالبلد تعو خلصونا يحرق غيمكم، نشد بشعر الأرض حسة بيرخص فيكم، آخر واحد بالمدينة غصب حرس بيتكم، وناقص السجن وزيطة وزنبليطة، الناس نفسها نفسها بتمشي يابا، الحيطة بشكو مني إني هيك عم أثرب بيتها، وكأنه ضل شي لا يتخرب للخلف بسرعة فايت شيتا، ولك يحرق عرضها من بلد مش مشكلة نشتل، المهم نحكي.